أخواني وبناتي، إننا لن ندخر وسعاً وجهداً في سبيل حماية مقدرات ومكتسبات وطننا الحبيب، ولن نتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن للبلاد أمنها واستقرارها في ظل نهجنا الديمقراطي الأصيل ودستورنا القويم وعاداتنا وأعرافنا العريقة. واعلموا أن الكويت والكويتيين أمانة في أعناق قيادتها السياسية. وختاما، فإننا ندعو الله في علاه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا بعظيم قدرته وتوفيقه على خدمة بلدنا العزيز وأبنائه الأوفياء، وأن يسدد على دروب الإصلاح الخطى لما فيه خير البلاد والعباد. وفي هذه الأيام المباركات نستذكر بالتقدير والإجلال أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحكام دولة الكويت الراحلين رحمهم الله وطيب ثراهم وجعل الجنة دار الخلد مثواهم، داعين الله تعالى أن يرحم شهداء الكويت الأبرار ويجعل منازلهم في أعلى الجنات، وأن يديم على الأمتين العربية والإسلامية الخير والبركات، إنه سميع مجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.